بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على ستات تبروير الظاهر. معانا العرض النهارده، عرض الاستخدام اليوم. طلب منه النهارده بس عباره عن قطعتين اتنين، واحده بولا 300 ملونه اللون غير محدد، دي البولا 300 مللي محكمه الغلق. عايزين نقول طريقه القفل بتاعتها. اي بولا مدوره عندنا ماده في تبروير انها محكمه الغلق، بتتقفل من ورا لقدام بالطريقه دي، تحطي ايدك كده تطلعي الهواء تقفلي. عايزه بس اعمل لكم تجربه على البوله دي، قد ايه هي مهمه ان انت تستخدميها في شنطتك وانت خارجه في البيت. عايزه اقول انها محكمه الغلق. هنحط شويه ميه كده، هنقفل. اتفقنا انها محكمه، وان تحطي ايدك من ورا لقدام بالطريقه دي بتقفلي البوله اهي والميه. عايزين بس نقول انها محكمه. قد ايه البوله دي مهمه، لان انت ده استخدام يومي. يعني ايه؟ يعني انت حطاها رميها في شنطتك، حاطه فيها بيض، حاطه عسل، حاطه مربى، حاطه شوربه، اي شيء سائل، اكل البيبي، مهلبيه، شويه رز، تعرفي انها مش ممكن تتفتح في الشنطه. ودي التجربه قصادك. فهي دي بوله مهمه جدا يوميه معانا النهارده بلون غير محدد من الطقم الملون. برده تاني ناكد ان فيها الميه اهي. نقفل تاني البوله اهي، محكمه جدا الغلق. فعشان كده مسمينها بوله الاستخدام اليومي، علشان دي اللي غنى عنها ان انت رميها معاكي في اي حاجه، سد معاكي في اي حاجه وهي محكمه جدا. عندنا تاني معاها علبه الحلويات دي. هي مش بقى هي بس التسميه حلويات، لكن هي مش حلويات بس. الفتحه بتاعتها من هنا سيجنتشر، طبعا سيجنتشر بتفتح كده لفوق. كل ما هي علب، اولا هي محكمه جدا، كل ما هو يتفتح من فوق كده علب لذيذه جدا عمليه، علشان بقى يعني ده الكونتينر بتاع البيت. عندك جاتو هتحطي، عندك تورته هتحطي، عندك رسومات هتحطي، بس ناشف مع ناشف، طري مع طري. عندك بوفتيك هتحطي سواء مستوي او هتتبليه. خارجه بره هتاخد نص كيلو رز عليها على وشها فرخه مشويه مقطعه، هتاخد نص كيلو مكرونه على وشها بانيه. بتخرجي بيها بتقفلي كده لانش بوكس ممتاز جدا، هي حجمها لتر. عندك هتتبلي، هتاخد مثلا 2 كيلو سمك سواء بولتي او سواء مثلا فيليه، او اكتر من كيلو جمبري هتتبليه في الثلاجه. هتاخد كيلو بانيه متبل هتعينيه في الثلاجه. وسهله لامهاتنا اللي عندهم بقى ايديهم، ربنا يديهم الصحه يا رب، بتبقى سهله ليها انها بتفتح كده، ما بتتعبش في الفتحه بتاعتها، بتتب بتحط في الثلاجه. بتاخد كيلو فاكهه، هتحطي فاكهه، هتحطي مخبوسات، قراقيش، فطير، تحطي ايه، كل حاجه تيجي على مخك بتتحط هنا، بس ما تكونش سايله. لانش بوكس بتاخد اكتر من 20 ساندوتش. بتاخد جبن، علبه قويه جدا كل استخدامات البيت. فانا بسميها ان دي علبه الاستخدام اليومي، علشان دي علبه لكل طلباتك، كل ما هو جنب ايدك في البيت بتجيبيه تحطيه فيها. بتخرجي بيها نازله نادي، هتاخد لم اكله اليوم كله والباقي هترجعي بيه سليم. مسافره هتاخدي اكل في العربيه وفي الشغل، شيك جميله. عندك مناسبه هتاخدي علبه قويه ولونها حلو جدا، مناسبه لكل الاستخدامات ومناسبه لكل المناسبات والاعياد. هتاخدي هدايا، طقم عملي جدا مكمل لبعضه، استخدامك اليومي في البيت. تمدي ايدك تجيبي العلبتين دول تستعمليهم بدون تفكير. الطقم ده معروض النهارده بخصم قوي جدا، عرضه النهارده بس. تلحقي تطلبيه النهارده بس. شكرا لكم ستات تبروير الظهر.